عودي معكم مشاهدينا الى ملعب رشيد كرامي البلدي بطرابلس، عودي الى مباراه الانصار وشباب الساحل يلي بالشوط الاول كانت عم تنتهي بالتعادل 1-1. الحاج مالك بعد تمريره حاسمه من حسن معتوق كان عم يفتتح التسجيل للانصار، من بعد عباس عطوي كان عم يوضع داوود ديامي امام المرمى، والسنغالي كان عم بيرد على مواطن وعم يسجل هدف التعادل لشباب الساحل. المباراة بالشوط الاول كانت جميله جدا مليئه بالفرص تحديدا من ناحيه شباب الساحل، وطبعا حيدر عواضه مهاجم الساحل كان له فرصتين يعني مهمين جدا لتسجيل، انما ما قدر يوصل للشباك. الساحل كان عنده فرص اخطر، لكن التعادل كان هو العنوان مع نهايه اول 45 دقيقه. انطلاق الشوط الثاني بالاثناء، وطبعا الكره الاوليه انصاريه، ما في اي تبديل على تشكيله الفريقين. رح اذكر سريعا صاحب الضيافه الانصار بمثله اليوم بحراسه المرمى نزيه اسعد.